انا هقول لك ان نادي الوداد نادي عريق طبعا في المغرب، وما شاء الله عليه، يعني معروف كافريقيا، وبالتالي برضو النادي الاهلي محقق بطولات بزاف وعنده لعيبه قويه، فانا متوقع فوز برضك النادي الاهلي. هو انا زملكاوي في الاصل، يعني انا طول عمري بشجع نادي الزمالك، لكن ده ما يمنعنيش ان انا برضو هنحب اكيد الخير للنادي الاهلي وربنا يوفقه. لكن هقول لك يعني انا من جوايا ومن قلبي ان سواء النادي الاهلي ربح او نادي الوداد ربح انا هكون سعيد، لكن فزت برضك. وانا هقول لك كده، هقول لك اتمنى برضو الفوز للنادي الاهلي. انا شايف ان كان الاستقبال فوق المستوى، يعني ما شاء الله، يعني على التنظيم هيكون، والاستقبال اللي حصل في كازابلانكا، يعني انا استمعت للاعلام في مصر ان يعني مرحبين قوي بطريقه الاستقبال لما النادي الاهلي وصل لكازابلانكا، ويعني وعجبهم التنظيم، عجبهم كل شيء. ولان انا هقول لك يعني دي حاجه مش اول مره للمغرب، او يعني المغرب عامه، انه ينظم بطوله يعني، او يستقبل او يكون عنده نهائي يحصل في بلاده، يعني سبق كتير بالذات. وهو الحمد لله يعني مرشح حاليا اهو انه ينظم كاس العالم، يعني ربنا يوفقه في الاول وفي الاخر. فكل ده مش هيديره المغرب غير لما يكون عنده امكانيات وعنده كل حاجه زوينه هتكون في بلاده. وهقول لك التوفيق، يعني ربنا يوفق. لكن يعني انا بتمنى يعني حاجه، ان تكون الامور مزيانه والامور هنيه، ونتفرجوا متعة كرة القدم. يعني أنا من جوايا دي أنا بحبها، بعيد عن الفوز، بعيد مثلا إن الأهلي يربح أو الوداد يربح، أحب يعني نشوف متعة كرة القدم في اللعب وفي الكورة وفي كل شيء، بعيد بقى عن الشحن والمشاكل والخبط الحاجات دي اللي ما أنا ما بحبهاش. يعني أنا عايز يعني أستمتع بمشاهدة كرة القدم. أنا هكلمك كلام بصراحة، أنا كنت بسمع الإعلام في مصر، في كلام يعني مش هقول لك كلهم يعني، بس في ناس يعني اتكلمت، ممكن أقول لك أو شخص بالأخص يعني اتكلم كلام خايب شوية، بس هو رجع اعتذر. وفي نفس الوقت هم كانوا بيشوفوا إن مش السبب في المشاكل مش المغرب أو الوداد أخص، اسمح لي يعني، طبعا الوداد ده فريق مغربي، فأنا هتكلم بصيغة الجمع يعني ان انا اقول المغرب. مش شايفين مثلا ان المغرب هي اللي عامله المشكله، هو ما شايفين ان اتحاد الكره الافريقي هو سبب المشكله، مش الوداد او المغرب. لكن افتكر ان هم رجعوا في الاخر يعني فهموا ان كل شيء يعني كان مفهوم غلط، والحمد لله يعني في الاخر. لكن انا معاك ان هم جات لهم فتره كانوا ماسكين يعني اتكلم واحد بطريقة خايبة، بس الحمد لله في الأخير اعتذر، يعني الحمد لله على كل شيء. أنا هقول مرحبا بكم، لأن هي دي الكلمة اللي بتتقال لي. أنا هتقول لما حد بيعرف إن أنا مصري، هلا أخويا مرحبا بك، دي بلادك. وبالتأكيد هم أي حد من مصر هيجي المغرب ما افتكرش واستحالة إن هو يلاقي أي مشكلة، لأن يعني أنا شايف إن الشعوب مع بعضها متحابة. وبما اني عايش في المغرب انا عمر اخويا ما صادفتني اي مشكله او اي حد قال لي كلمه خايبه والله. فبالتالي لما اي حد من مصر هيجي على المغرب هيلاقي نفس الاستقبال ونفس الحضور ونفس كل شيء. انا متوقع فوز النادي الاهلي بجورج جورج، انا دي حاجه متوقعها على فكره. وهو عنده اللعيبه اللي هتقاتل لحد الدقيقه 90، يعني اضمن هتكون مباراه قويه، لأن دي بطولة، وأنا عارف الأهلي في البطولات، هو صاحب بطولات على فكرة، يعني ما شاء الله عليه. ويعني هتلاقي المباراة قوية، مش أي مباراة. أنا هقول لك إن النادي الأهلي عنده الظهر، يعني غير إن هو فريق قوي وغير إن هو صاحب بطولات، هو مرزق بالمصرية، مرزق عنده حظ. وبالمغربية هقول لك إن هو عنده الظهر، عنده الظهر بالزاف كمان، ان ممكن في الدقيقة 90 في اي وقت تتوقع من الاهلي انه ممكن يحرز هدف في اي وقت حتى لو الدقيقة 90. فاتمنى التوفيق للنادي الاهلي اكيد،
واتمنى التوفيق للوداد المغربي اكيد، وربنا يوفق الجميع. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.